بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. من أسئلة الحج، السائل أبو حامد يقول: ما المقصود مقصود الشيخ بالهدي، وأين مكانه، وما حكم هدي التمتع والقران مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد بالهدي قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، مراد به أن يذبح من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فالشاة تجزي عن واحد، وأما البقرة فتجزي عن سبعة، والبدنة والإبل تجزي عن سبعة. هذا هو الهدي. وهدي التمتع واجب، قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا في حق الحاج الأفقي، أما أهل مكة فليس عليهم هدي، تمتعوا ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما التطوع فهو الذي ليس عن نسك متعة أو قران، وليس عن فعل محظور أو ترك واجب، الذي يتطوع به الإنسان من غير سبب، وإنما قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومكان الهدي هو مكة وفجاجها، لا يذبح الهدي خارج الحرام، قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني الهدي محلها، أي مكان ذبحه له، إلى البيت العتيق، يعني إلى الحرم، فلا يذبح خارج الحرم. نعم. شيخ يقول: بعض الحجاج يختارون من الهدي الصغير جدا، والقيمة تكون رخيصة بغض النظر عن وفرة اللحم وسلامة العيوب، هل هذا يجزي؟ لا، يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، تكون سليمة من العيوب المضرة باللحم، سليمة من المرض، سليمة من العرج، سليمة من العور، سليمة من الهزال، سليمة من الكبر والهرم. شرط هذه الشروط الهدي. سنها إن كانت شاة من ستة لا يقل عن ستة أشهر، وإن كانت ما من الماعز لا يقل سنها عن سنة، وإن كانت من البقر فلا يقل سنها عن سنتين، وإن كانت من الإبل فلا يقل سنها عن 5 سنين. نعم. فضيلة الشيخ، الحاج أو المحرم الذي ساق الهدي هل يجوز له أن يتمتع، وما معنى سوق الهدي؟ وبالنسبة للحاج أو المحرم الذي ساق الهدي هل يجوز له أن يتمتع؟ الذي ساق الهدي نعم يجوز له أن يتمتع، لكن تمتع القران. طيب. يتمتع قارنا بين العمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان ساق الهدي من خارج الحرم ودخل به الحرم، فإنه يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه يوم النحر أو ما بعده. نعم. له فقرة أخيرة يسأل عن وقت النحر، فضيلة الشيخ، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وقت النحر لهدي التمتع والقران نعم. يبدأ بصلاة العيد أو مقدارها، ارتفاع الشمس يعني، وينتهي في غروب الشمس من اليوم 13، 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أي أيام التشريق 3. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمحرم يقول أبو عبيدة: هل له أن يلبس الخاتم الماس أو الفضة الذي يسمى بالذهب الأبيض أو الساعة، أو يضع فوق رأسه شمسية؟ لا بأس أن يلبس الخاتم، إلا خاتم الذهب فإنه حرام، الإحرام وفي غير الإحرام. أما الخاتم من غير الذهب لا بأس أن يلبسه، سواء من الماس أو من غيره، إنما حرم خاتم الذهب. وكذلك لا مانع أن يستظل وهو محرم بشجرة أو تحت سقف أو تحت سقف سيارة مسقوفة أو في منزل، لا بأس بذلك، أو يستظل بالشمسية، لكن لا يضعها على رأسه مباشرة، وإنما يرفعها عن رأسه، فلا يغطي رأسه بملاصق. وأما أنه يستظل بشيء مرتفع عن رأسه فلا بأس. نعم. أبو عبيدة من أسئلته يقول هذا السؤال: يا شيخ حفظكم الله، ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية المكانية؟ نعم، يجوز الإحرام قبل وصوله إلى الميقات، إنما الممنوع أن يتعدى الميقات بدون إحرام. نعم. ما أنه يحرم قبل
له فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يحرم من الميقات، لأن الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك. طيب. وقال لا يحرم إلا من الميقات. قال له رجل إنما هي خطوات أمشيها. قال وكيف يكون اختيارك فوق اختيار الله ورسوله؟ الله اختار، والرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا المكان، لا تزد عليه. فعند الإمام مالك يمنع هذا أو يكرهه، لكن عند الجمهور لا بأس بذلك. الحمد لله. الأخ أبو سالم من جدة يقول بالنسبة يا شيخ للصابون المعطر، هل يجوز استعماله والإنسان محرم؟ لا، كل ما فيه رائحة طيب لا يجوز له أن يستعمله وهو محرم، لأنه تعلق رائحة باليد بدن المحرم ويجد له رائحة ذكية يتجنب هذا. أما أن يتنظف بالصابون غير المطيب أو بالمواد التي ليس فيها طيب كالشامبو ونحوه من التي المنظفات التي ليس فيها طيب فلا بأس بذلك. بالنسبة يا شيخ للفدية، يقول متى تجب الفدية في الحج وهل لها أقسام؟ الفدية عرفنا أنها تجب لأمرين، إما للتمتع أو القران، والأمر الثاني فدية الجبران التي تكون عن ترك واجب أو فعل محظور محظورات الإحرام، هذه واجب. نعم. وما زاد عن ذلك فإنه مستحب، إلا إذا نذره إنه يلزمه بالنذر. نعم. لو كرر الشيخ عدة محظورات هل عليه فدية واحدة أو فدية لكل محظور؟ إذا كانت المحظورات من جنس واحد نعم الشيخ تكفي فدية واحدة، أما إذا كانت المحظورات من أكثر من جنس فإن لكل محظور فدية مستقلة. نعم. الأخ مصري ومقيم في الدمام يقول من سافر من بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ إذا كان أراد العمرة قبل أن يصل للميقات فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات، أما إذا ما نوى العمرة لم ينوي العمرة إلا بعد ما تعدى الميقات فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه كما سبق، إلا إذا كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه. يقول هذا السائل أبو عبد الله، رأيت بعض الطائفين شيخ يدفعوا نساءه لتقبيل الحجر، فأيهما أفضل، تقبيل الحجر أم البعد عن مزاحمة الرجال؟ تقبيل استلام الحجر وتقبيله سنة مع الإمكان، أما إذا لم يمكن وصار في خطر على الإنسان وضرر لغيره إنه يتجنبه، يكفي بالإشارة، يكتفي بالإشارة إليه ولو من أقصى المطاف، إذا لم يستطع الوصول إليه فإنه يشير إليه إذا حاذاه. ومزاحمة المرأة للرجال فيها فتنة، فيها أولا خطر عليها لأنها ضعيفة، وثانيا فيها فتنة بالنسبة لها وبالنسبة للرجال لأن المرأة فتنة، فلا تزاحم الرجال من أجل أن تقبل الحجر. نعم. فضيلة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يسأل عن الاغتسال للمحرم بعد لبس الإحرام، وهل للإحرام صلاة تخصه؟ لا بأس أن يغتسل المحرم، أن يخلع ملابس الإحرام وأن يغتسل وهو محرم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتجنب ما فيه طيب، هذا عن الاغتسال للمحرم. وأما إن كان قصد السائل الاغتسال للإحرام نعم. قبل الإحرام من أجل التنظف والتهيئ هذا سنة، هذا سنة تسبق الإحرام، هذا بالنسبة للاغتسال. السؤال الثاني، هل للإحرام صلاة تخصه؟ صحيح أنه ليس له صلاة تخصه، لكن إن وافق وقت فريضة الأفضل أن يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر، فإن وافق وقت فريضة فإنه يحرم بعدها بعدما يصلي، وإن كان في غير وقت فريضة فالصحيح أنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، لكن لو صلى وفي غير وقت نهي وصلى فلا مانع من ذلك، يؤجر على الصلاة من باب التطوع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من اعتمر يقول في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي فهل يكون متمتعا؟ نعم، إذا لم يسافر إلى بلده بين الحج والعمرة وإنما سافر إلى غير بلده فإن هذا لا يقطع التمتع على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول بالنسبة لتمشيط الشعر بالنسبة للمحرم هل يجوز له ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن مع التلطف لئلا يسقط شيء من شعره، يعني يخفف الحركة وتحريك الشعر بلطنة. يقول الشيخ السائل، حاج قصر من بعض شعره جهلا منه وتحلل، ماذا يلزمه؟ إذا كان جاهلا فالصحيح أنه لا شيء عليه، ولو أنه فدى يكون أحسن احتياطا، والفدية في ذلك هي فدية الأذى، يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، وإما أن يطعم ستة مساكين
مسكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن يصوم 3 أيام، خير بينها. نعم. في آخر أسئلة السائل يقول الشيخ: إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرا للحج من بلده، فهل يعتبر مفردا؟ نعم، يعتبر مفردا لأنه قطع تمتع بالسفر إلى بلده. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية، فمثلا يقرأ من كتب الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ لا بأس بذلك، يقرأ الدعاء من كتاب، لكن بشرط أن يكون الكتاب صحيحا ومؤلفه من أهل العلم الثقات، يعني فيه كتب غير موثوق فيها أدعية غير مشروعة، فلا بد أن يفحص كتاب الدعاء عند أهل العلم ويقره. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو ناصر يقول: هل هناك يا شيخ دعاء مخصص بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ويقول أيضا: وما حكم استلام الركن اليماني وتقبيله أو الإشارة إليه؟ نعم، ورد أنه يقول صلى الله عليه وسلم: بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه لم يثبت هذا، لكن لو أتى به لا بأس بذلك. وأما الركن اليماني فإنه يستلم باليد فقط ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يتمكن، فالركن اليماني يستلم بأن يمسح باليد فقط ولا يقبل ولا يشار إليه عند العجز عن الوصول إليه. وأما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل إذا أمكن، وإذا لم يمكن يشير إليه إذا حاذاه. أما الركنان العراقيان العراقي والشامي فإنهما لا يستلم منهما شيء ولا يقبلان ولا يشار إليهما، لأنهما داخل الكعبة ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام في الحج ناسيا أو جاهلا، فماذا يلزمه؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه شيء على الصحيح، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والجاهل أيضا معذور. وهناك قول أنه إذا كان الذي فعله فيه إتلاف، قص شعر أو قص أظافر أو قتل صيد، شيء فيه إتلاف، فإنه فيه الفدية المقررة. وأما إذا كان الشيء ليس فيه إتلاف كالتطيب، لبس المخيط للرجل، فهذا يسقط الفدية بالجهل والنسيان. نعم. هذا سائل له مجموعة من الأسئلة عن الحج، يقول: معنا شخص معاق ولا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، كيف يصنع وماذا يعمل؟ يلبس، كان هو ما يستطيع في نفسه فإنه يلبس، تخلع منه المخيطات ويلبس الإزار والرداء، يعمل معه هذا. إذا قدر أنه ما يستطاع أيضا خلع ملابسه وإزار والرداء بديلا عنها، إذا قدر هذا، نعم، مع أنه بعيد، نعم، إذا قدر فإنه يحرم بثوب، أنه معذور ويكون عليه فدية الأذى التي ذكرنا مخير فيها. نعم. نعم. الله يجزاكم خير. حاج شيخ وقع في بعض الأخطاء في أداء النسك ولم يكن معه ما يكفر به وسافر إلى بلده، فهل يخرج ما وجب عليه في بلده أم يلزمه أن يكون في مكة؟ الإطعام والذبح إنما يكون في مكة، أما الصيام إذا كان ما يقدر على ذبح الفدية أو الإطعام فإنه يصوم في بلده، لأن الصوم ليس له مكان خاص، خلاف الفدية أو الإطعام حلهما الحرم. نعم. الشيخ، هل له أن يوكل في إذا كان عليه فدية؟ يجوز التوكيل؟ نعم، لا بس يوكل من يذبح الفدية في مكة يوزعها على الفقراء أو يطعم المساكين قدر الواجب في الفدية. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من أسئلة الأخ السوداني يقول: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ لا، هذا شيء لم يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ذكر عنه في جميع النسك، لا في العمرة ولا في الحج، أنه قدم الطواف على السعي، فقد طاف صلى الله عليه وسلم ثم سعى وقال: خذوا عني مناسكك. وأما الرواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج، فهذا محمول على ما في الحديث أنه قال: لم أشعر، لم يتعمد هذا الشيء. أما إنسان يتعمد يسعى قبل الطواف فهذا لا يجزيه، على ما في الرواية من كلام، رواية نعم. أيضا فيها كلام. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته الأخيرة يقول: ما الحكم يا شيخ إذا أقيمت الصلاة في الطواف، من أين يكمل يا شيخ؟ يكمل الشوط قصد. نعم. أي نعم، إذا سلم يبدأ من الحجر يلتغي الشوط الذي صلى فيه، يلتغي ويبدأه من الحجر ويبني على الأشواط التي قبله ويكمل. نعم. أبو علي من الدمام يقول: رجل بعد فراغه من عمرته وجد في ثياب إحرامه نجاسة، فما الحكم يا شيخ؟ إذا لم يدري عن النجاسة حتى فرغ فعمله صحيح، طوافه سعيه، السعي لا يشترط له الطهارة، لكن طوافه إذا لم يعلم
بالنجاسة إلا بعد ما فرغ منه فطوافه صحيح. هذا الأخ السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف الباحة يقول بالنسبة للتطوع بالسعي يا شيخ هل يجوز؟ لا، لم يشرع هذا، لم يشرع التطوع بالسعي، إنما تطوع في الطواف على خلاف فيه، على خلاف في إهداء ثواب الطواف نعم للغير، أما الطواف لنفسه طواف تطوع هذا ليس فيه خلاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت طواف تطوع. نعم. ومن ترك طواف الإفاضة جهلا منه لا يسقط عنه، لأنه لا يكمل حجه إلا بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، والنسيان لا يسقط الواجب إنما يسقط الإثم فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت مصرية ومقيمة في جدة تقول امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها ولم تستطع التأخر ويستحيل أن تعود مرة ثانية، فكيف تصنع؟ لا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، فإذا تمكنت من المجيء مع محرمها وإكمال حجها تطوف الإفاضة فلا بد من ذلك، أنه لا يتم حجها إلا به. ولا أظن يتعذر اليوم، الحمد لله يسر المواصلات وتقارب المسافات، ما أظن يتعذر إن شاء الله. تأتي وإن كانت لا تقدر على طواف الإفاضة تحمل ويطاف بها محمولة، وأما إذا تعذر نهائيا ولا يمكن أنها تأتي فتوكل من طوف عنها طواف الإفاضة للحاجة والضرورة. نعم. فقرتها الأخيرة يا شيخ بالنسبة للثياب تقول هل للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ لا بأس بذلك، الرجل والمرأة لهم يغيرون، يجوز تغير الإزار، تغير الرداء، تغيرهما جميعا، لا بأس بذلك. كذلك المرأة تغير ملابسها كعادية، المرأة في ملابسها عادية مثل غير المحرمة، أنها ليس لها ملابس خاصة بالإحرام وإنما تتجنب النقاب والقفازين. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ نختم به هذا اللقاء، يقول السائل أبو عبد الله ما نصيحتكم للحاج حتى يكون حجه على الوفق المأمور به في القول والسنة؟ عليه أن يقرأ ناسك الحج الموثوقة المعتبرة صفة الحج والعمرة ويسأل عما أشكل عليه، وعليه أن يخلص النية لله عز وجل في حجه وعمرته كسائر أعماله، عليه أن يتجنب مبطلات الحج ومبطلات العمرة كالشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل، وكذلك يتجنب ما ينقص ثواب حجه وعمرته من المعاصي والذنوب والسيئات. نعم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، تجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.